يستعد الفنان نضال الشافعي لتصوير فيلم جديد مع السيناريست أحمد حجازي، وأكد إن الفيلم لن ينتمي إلى الأفلام الكوميدية مثل فيلمه الأول يانا يا هو. نضال يشارك في دراما رمضان من خلال مسلسلين، الأول فرقة ناجي عطلة مع عادل إمام ومن إخراج رامي إمام، والثاني فرتيجو مع هند صبري ومن إخراج عثمان أبو لبن. سعيد عنده انفصام حاد في الشخصية. تقصد يعني إن أنا بنام وأنا ماشي؟ هدول الحيوان ده، الحيوان عليك اسم الحيوان دي من جوه مش من بره، وكمان من جوه. اسم الكريم ايه؟ سعيد. اسم الكريم ايه؟ سعيد انت لازم تعرف نفسك على الدكتور نفسي.